عقد ببلدية بنغازي ملتقى مشائخ وحكماء وأعيان بنغازي الكبرى من توكرا شرقا إلى جيمينس غربا إلى سلوك جنوبا. الملتقى الذي أقيم بقاعة فينيسيا ناقش خلاله الحضور عدة أمور أمنية واجتماعية، كما تطرقوا إلى عدة أمور أبرزها قضايا قتل الخطأ والعمد والتهجير القسري لأقارب الجاني وتحديد قيمة الدية للمقتول. النبذة على هذا الاجتماع المبارك كله اتحاد القبائل والمشايخ على كلمة واحدة نظرا للظروف القاسية التي تمر بين المشايخ وبين القبائل في حل المشاكل، فإن شاء الله بإذن الله حيتفق المجلس على عدم التهجير وعدم حرق البيوت، ومن كان سبب في قتل روح برية فله قانون وله قضاء يحكم في ذلك، أما المشايخ فلهم أنهم يعاونوا يد واحدة في ليبيا بالكامل. كما ناقش الملتقى أيضا العديد من الأمور، منها التأكيد على أنه من الملزم عدم ترحيل أهل الجاني وعدم حرق منازل أقارب القاتل، إلى جانب توقيع ميثاق شرف بين جميع القبائل، وأنه في حال تم حرق ممتلكات أهالي وأقارب الجاني من قبل أهل المجنى عليه تتحمل القبيلة دفع كافة التعويضات ورفع الغطاء الاجتماعي عن المعتدين. هذا الملتقى اليوم طبعا لإجراءات معينة في العرف لتثبيت عدة ظواهر سلبية تتعلق بالعرف، وهو التهجير الجماعي للأسر في أثناء القتل وكذا، أيضا في موضوع الدية احتمال يرفعوا دية القتل الخطأ نعتبره فيه في حوادث وفي غير الأمور الخطأ. أيضا هؤلاء العقلاء والحكماء اليوم مصممين على دعمهم وتصميمهم على دعمهم للقيادة العامة، تصميمهم على أن الظواهر السلبية في المجتمع ضروري أن تنتهي، أيضا رفع الغطاء عن كل المجرمين وكل الذين يهددون الأمن ويهددون الاستقرار، أيضا يوجهوا رسالة بأن هناك أجهزة أمنية معينة أحيانا تبقى تأوي في مجرمين أو تتستر عليهم، هذا كلام مرفوض رفض قاطع. أنت تعرف سيدي أن القيادة العامة تتابع في كل كبيرة وصغيرة، وسيد القائد المنتصر بإرادة الله هو يتابع في كل ما يحدث في هذا الوطن العظيم. ملتقى مشايخ وحكماء وأعيان بنغازي الكبرى تطرق أيضا إلى دعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ليعم الأمن في المدينة، وتكون للقبائل والمشايخ كلمة واحدة دعما لتحقيق سيادة القانون على الجميع.